بسم الله والابن الإبن والروح القدس إله واحد تحل على نعمته وبركته من الآن وإلى بدأ أمين نقرأ جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين أصحاح 11 من عدد 23 بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاء أبواه ثلاثة أشهر لأنهم رأي الصبي جميلا ولم يخشي أمر الملك بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون مفضلا بالإحرى أن يزل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقت بالخطية حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازاة بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى بالإيمان صنع الفصح ورش الدم لألا يمسهم الذي أهلك الأبكار بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا نعمة الله الأب تكون مع جميعنا آمين تكلمنا في الحلقات السابقه عن فضائل العذراء القديسه مريم بمناسبه شهر كيهك المبارك والصوم للعذراء البتول التي نتذكرها في هذه الايام قبل ميلاد ربنا يسوع المسيح نكمل النهارده هذه الفضائل و كما يذكر الكتاب المقدس بيتكلم على فضائل ثلاثه الايمان والرجاء والمحبه وهي فضائل كانت موجوده في القديسه العذراء مريم عشان كده نبدا النهارده نتكلم عن فضيله الايمان وكيف ان العذراء مريم كانت ممتلئه بهذه الفضيله أولا إيمان العذراء مريم ظهر من كلام الملاك لما قال لها أنك ستلدين ابنا وتدعينه يسوع. بشارة الملاك كانت بشارة غريبة ولا يصدقها أي إنسان له جزء من التفكير والعقل لأن العذراء كانت غير مرتبطه بزوج وليس عندها النيه في الارتباط فكيف تكون لها هذه البشاره كيف يكون لها ولد ايمان العذراء بكلام الملاك كان ايمانا قويا واستفسارها قالت له لست اعرف رجلا ده استفسار عن كيفيه تنفيذ هذا الأمر وليس الشك فيه لأنها قالت له هوذا أنا أمة الرب ليكن ليه قولك لكن هيتنفذ إزاي يعني هل هل هيكون في أمر من ربنا بالزواج ولا هيكون إزاي الطريقة استفسار عشان كده لما راحت لأليصابات أول حاجة قالت لها أليصابات طوبة التي آمنت ما قيل لها من قبل الرب، اليصابات بتطوب هذه الفضيله الايمان عند العذراء مريم بامور لا يستطيع العقل البشري ان يدركها. خاصه ان اليصابات عندها خبره في شك زكريا الكاهن زوجها. ومع الفارق الكبير ما حدث لزكريا واليصابات يمكن ان يحدث وفي تاريخ قديم عند اليهود مع ابراهيم وساره نفس الموقف. فشك زكريا ليس في محله. لكن قصه ان عذراء تلد دي ما في التاريخ ابدا ولا هتحصل ودي حاجه فوق الطبيعه البشريه. ورغم ان اليصابات لم تعلم لم تكن قد علمت عندما حيت العذراء مريم لم تكن لم تكن تعلم ببشاره الملاك للعذراء رغم ذلك طوبتها فكان هذا هو قمه الايمان عند العذراء مريم ان تؤمن ببشاره الملاك فكان ايمان العذراء بميلاد ربنا يسوع المسيح هو قمه الايمان والتسليم لقرار الله في خلاص البشر رغم ذلك كان هناك علامات اخرى لفضيله الايمان عند العذراء مريم اولا خضوعها والتسليم رغم شك يوسف واليهود المحيطين يعني حتى لو انسان عنده فضيله الايمان اللي حواليه ابتدوا يشكوا فيه وابتدوا يحوطوه بالنظرات وربما بالكلمات ربما يتبتي يتشكك ويتساءل هل انا ماشي في الطريق الصح ولا انا بلخبط رغم ذلك كانت خاضعه ومستسلمه لقرار الله على لسان الملاك وكان ايمانها ايضا واضح في خضوعه للناموس في اليوم الثامن واليوم الاربعين وعندما كان يسوع في 12 سنه رغم انها عارفه من تحمله وقيمته ومع ذلك خضعت للناموس بإيمان وثقه ان هذه اراده الله فذهب اليوم الثامن واليوم الأربعين ذهبوا إلى الهيكل وفي سنة 12 سنة وإيمان العذراء أيضا كان في عرس قرن الجليل عندما أمرت الخدام أن يصنعوا ما يأمرهم به يسوع حياة العذراء كانت عبارة عن طاعة للوصية والتسليم الكامل بإيمان عشان كده هذه الطاعة وهذا الإيمان يفيد علينا بركات السماء ومساندة الله وبعين الإيمان نرى السماويات الجزء اللي قريناه من رسالة العبرانيين اللي بيتكلم على موسى بيتكلم على موسى كيف أن موسى بالإيمان رأى ما لا يرى يقول إيه بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى ما لا يرى هو ده الإيمان الحق مظبوط إن الإنسان يرى بعين الإيمان ما لا يراه بالعين الجسدية يعني احنا بالعين الجسدية بنرى ونوزن الأمور ونقول دي تنفع دي ما تنفعش دي تصح ونفضل نحسبها وبالورقة والقلم ونفضل نفكر الإيمان يعلو فوق العقل الايمان في الامور الروحيه نرى بما لا يرى بالعين الجسديه يعني احنا بنؤمن ان هناك سماء وان هناك دينونه وهناك فردوس فردوس النعيم وان هناك لقاء مع الله ولقاء مع الابرار الذين سبقونا ولقاء مع الملائكه كل ده لا نستطيع ان ندركه بالعين البشريه ولا بالعقل بشر نستطيع أن نستوعبه لكن بالإيمان نقدر أن نتصوره نحن نتناول من جسد الرب ودمه تحت أعراض الخبز والخمر بالإيمان أن نؤمن أن هذا هو جسد المسيح ودمه المسفكين على الصليب بالعين الجسدية نرى قربانة وخمر لكن بالعين الروحيه عين الايمان نؤمن ان هذا جسد حقيقي ودم حقيقي لربنا يسوع المسيح حتى لو الناس كلها حصلوا على امور بطرق ملتويه وربما انتهت معاني الوفاء والقيم لكن أولاد الله بالإيمان يؤمنوا أن الله يستطيع أن ينصفهم ويستطيع أنه يعدل الأمور وكثير من المرات حصل أنه كانت الأمور تسير في طريق لكن الله حول الطريق إلى خدمة أولاده إلى مصلحة أولاده عشان كده ينبغي أن الصلاة تكون بإيمان وإن أثق في صلاتي أنه ربنا هيظهر الحق ودي كانت واضحة مثلا في مزامير داود النبي أنه بإيمان بيرى أن الله يستطيع أن يغير الهزائم إلى انتصارات وأن يجعل شعب الله يخضع لانتصار ويخضع عشان كده الإيمان هو أيضا الثبات وعدم التراجع يعني اللي عنده إيمان لازم يكون إيمانه ثابت لو اتغير واهتز وابتدى يتراجع فقد إيمانه كان ممكن العذراء بعد شوية تفكر وتقول إزاي أنا وافقت على حاجة زي كده حاجة ما تخشش بالعقل فتتراجع في هذا الإيمان لكن الإيمان يخلي في ثبات ينبغي ان يكون ثابت وما تراجع. ولذلك حاجات كثيره في الحياه لا نستطيع ان نقدم لها تفسير حسب العقل البشري. لكننا بالايمان نؤمن بها في امور كثيره في احنا ما نعرفش مستقبل الايام بتاعتنا على الارض ايه. ولا نعرف السماء فيه ايه. بعين الايمان نرى رعايه الله ونثق في محبه الله واهتمامه بنا ربما حتى بيحصل في ظروف سيئه وتجارب لا نعرف من اين اتت وربما الانسان يعني يعني كانه مش حاسس بالمستقبل هيحصل ايه بولس الرسول في رساله كورنثوس تاني يقول ونحن ناظرين الامور التي ترى لا وغير غير ونحن غير ناظرين الى الامور التي ترى بل الى التي لا ترى. طب الامور التي لا ترى دي بتشوفها بايه؟ بالعين الجسديه ما نقدرش لا ترى. لكن نشوفها بعين الايمان فبيقول له بيقول لنا ما تبصش للامور اللي تحت، ما تبصش لاحكام الناس على الارض، ما تبصش التصرفات اللي بتحصل، بص الى الامور التي لا ترى بعين الايمان. هي ده المخرج الذي يقودنا الى حل او الخروج من المشكلات التي تلاحقنا في حياتنا وبدون الايمان تبقى الحياه ماساه العذراء مريم كانت تؤمن وتثق في كل كلمه يقولها الملاك وكل كلمه يقولها الله على فم المحيطين بها على فم يوسف على فم ابنها المسيح على فم يوحنا الحبيب كل دول كانوا بيتكلموا وتعتقد انه الله بيدبر الامور على لسان هؤلاء الاشخاص لحياتها حتى الخاصه بها اللي هي قرارها في ايديها هي لكن بالايمان كانت تسير وراء كلمات الله على فم هؤلاء المحيطين بها ربنا يبارك في هذه الفضيله تكون فينا ونكمل الحلقه القادمه باذن المسيح